بحب أنا ألعب بس ما بقدر من ورا الدوا، بقعد لحالي، بخلي حدا يقعد معي. سامع يا أخي، بدي أنام حد، ما بخلي، عشان ما بقدر حدا يقعد حد، بخاف يعدين أو شي. بتضايق كمان من الدوا بس تفرق. بس الجاي كتير أكتر شيء. أنا بعرف كتير إنه شباب وضعهم إنه عقدهم، بس أنا وضعي شوي زيادة عنهم، إنه عندي إنه علاج كاتيا وما بعرف أي دقيقة بصير عليها حرارة، بصير عليها عارض، بدي أدخلها طوارئ. أمرا بيكونش معنا 5000 في البيت، إنه نروح ندخلها طوارئ ما بيكون معي، بضطر اتدين من هون او من هون، وبتعرف العالم ما بترحم وبدهم مصرياتهم، ما بكون قاعد بلا شغل، ما بقدر. وعندي اخوات، عندي بنت صبيه يعني كمان مصروفها قد مصروف الصغار، عمرتين. عندنا صار ورم بركبتها، اخذتها عند دكتور جراح عظم، قال لي معبي ركبتها مي. دخلت على المستشفى، عملت لها عمليه وظهرنا، وضلت رجعت عبت مي مره ثانيه، هلا معبي مي، هلا بدها عمليه كمان لها، بس ما عم بقدر اعمل شيء. هلا مربط، عندها كل جمعه فحص، بكلفنا تقريبا 50 دولار، 80,000 90,000 كل نهار اربع. يعني بدها اخصائيه تغذيه ترجع لحتالي تنصح تاكل وهيك، بدها عمليه لاجرها ما عم بقدر، يعني في كثير شغلات بتخصها لها ما عم بقدر اعمل لها اياهم. يعني يا دوب انه علاجها عم بقدر اعمله بس. انا بحب انه بس خلص العشان تبعي بدي اروح على المدرسة وبنبسط يعني. وبس خلص المدرسة بتوني مع بابا بعد ما بتسلم.